لهيك نحن رح نعمل دورة سريعة لتعليم كيفية النطق. وشو يعني نطق مستشارة؟ يعني حكي. وشو شايفتينا خرسان؟ لا مو خرسان، بس النطق بالفصحى مو مثل الجر. شو؟ قصدك أنا عم جر؟ خلص بقى طولوا بالكم يا جماعة، خلصنا تالا، خلصنا سعاد. والله سعاد رايقة، بس المستشارة معصبة. دورة باللغة العربية الفصحى. طب يا أنيسة تالا فينا نقعد لأنه والله يهلكنا. لا ما بصير، خليكم هيك واقفين. ايوه وانتي ليش قعدتي؟ ايه والله ليش؟ ما بصير تحكي مع مدربتك هيك يا بالله. يعني شلون بدك اياها تحكي بالله؟ لا لا انا هيك ما فيني اشتغل بنوم جاد.